تحيات سيدي كبير وماذا نرى لسيدي كبير. وانا نصحت بالشراء في سيدي كبير من المستويات 25 جنيه و90 قرش، ولكن لا انصح بالشراء من المستويات الحالية، وهوضح ليه. انا عندي اولا تصحيح عنيف جدا على سيدي كبير، عملت منه ضلع على شكل ايه وصعدت على شكل اي بي سي، وده ليس صعود انفعالي، ده صعود تصحيحي، وهبطت على شكل اي بي سي واخد نفس طول الضلع التاني، وقد اصل الى هذه المناطق اللي مناطق ما بين ال 23، وممكن انزل كمان لحد هذه المناطق اللي هي مناطق ال 20 جنيه. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان انا في مناطق تحمل اكتر من سيناريو، لو فشلت في كسر المناطق دي السيناريو سلبي، ولو كسرت المناطق دي السيناريو سلبي. يعني انا تظل نظرتي ايجابيه طالما انا مستقر فوق مستويات ال 26 جنيه وانا داخل من مستويات ال 26 جنيه، لكن انا استحاله ادخل المستويات دي. طيب هقول سيدي كبير هيعمل ايه؟ سيدي كبير لو رجع ولقيته راجع بضعف، ولقيته راجع بضعف كبير قوي، هعرف ان انا خلاص حصل تغير في الاتجاه. لكن لو لقيته راجع بقوه، هعرف ان انا بمنتهى البساطه هاخد ايه؟ هاخد نفس طول الضلع ده، او هاخد مستويات ال 127 فيبو من المستويات دي كلها. هلاقي نفسي رايح فين؟ هلاقي نفسي رايح عند مستويات ال 23 جنيه لمستويات ال 24 جنيه. ده اللي انا شايفه على سيدي كريم، فعشان كده بقول نحذر. احنا دخلنا من المستويات دي لانها مستويات جيده، ولكن انا مش هدخل سيدي كليف في 28 ونص و29 و30. انا هقعد اتفرج واشوف هل هيقدر يخترق المناطق اللي هي عند مستوى 29 ونص ولا لا. او لو اخترقها بمنتهى البساطه، احنا بنتكلم في الموجه الاولى، لو اخترقها الموجه الاولى دايما بيبقى تصحيح عنيف بتدي فرصه ان انا ادخل، لكن انا عمري ما هدخل سيدي كليف من المستويات دي، واعتقد ان سيدي كليف مش افضل مستويات حاليا. طيب خلينا نروح بقى على فيم الوكلي. طيب انا عندي الدوره السريه دي كلها المفروض ان انا اصححها، ودي دوره منتهيه تمام، حلو. طيب لو انا قلت هاخد مستويات وصح عند مستويات ايه؟ ما بين ال 38 ل 50، صح؟ لا انا هلتزم بمستويات ال 38 بس، لان انا عندي دعم فين؟ عندي دعم قوي في المستويات دي. طب مستوى ال 38 فين؟ عند مستويات ال 21 جنيه. يعني سيدي كوير في مناطق غير جيده جدا للدخول، ده دخلنا في المناطق دي لان في فرصه والفرصه خلصت. لكن انا مش هدخل وارمي في سيدي كبير، لازم اشوف الحركه القادمه ايه. لو انا داخل انا عندي ستوب المفروض هاجن ارباح عند المناطق دي، حصل كسر المناطق ال 26 جنيه هخرج، وده اللي انا شايفه على سيدي كبير. بالتوفيق.